اهلا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نحل مشكلة عدم ظهور الصفر يسار الارقام. لو في هذه الخلية كتبنا رقم يبدأ بصفرين مثلا 7 6 8، عندما نضغط على انتر راح تختفي الاصفار اللي على اليسار. حتى نظهر الاصفار اللي على اليسار لابد انه نتبع الطريقة التالية. اولا لابد انه نعرف عدد الارقام الموجودة بالخلايا. طبعا هذه الخلايا تحتوي على ارقام هواتف، وارقام الهواتف 11 رقم. في حال لو ما عرفنا عدد الارقام بإمكاننا أنه نحسب عدد الأرقام من خلال الدالة لين. طبعا نضغط على يساوي ونكتب لين، ومن ثم نحدد الخلية ثم انتر. إذا لاحظ أنه هنا عندنا 10 مع الصفر اللي مختفي اللي راح يكون 11. الآن راح نجي نحدد الخلايا كلها اللي تحتوي على الأرقام، ومن ثم نضغط كليك أيمن، ومن ثم تنسيق خلايا. نذهب إلى مخصص ونمسح كلمة جنرال ونكتب أصفار بعدد المراتب الموجودة. طيب طبعا هنا عندنا 10 أرقام مع الصفر 11 مرتبة، فراح نكتب 11 0. طيب بعد ما كتبنا أصفار بعدد المراتب المطلوبة نضغط على موافق. إذا لاحظ أن الصفر راح يظهر على اليسار.